Radio Med, la radio qui vous écoute. الاخبار هبل بالتبليغ هاي سيلانس. الاخبار الاولى يجينا من سيدي بوزيد في سيدي بوزيد في راديو ميد، يقولوا انه مسؤول في اعداديه خالد بن سيدي الوليد. سيدي بوزيد في راديو ميد؟ لا في راديو ميد يقولوا الاخبار من راديو ميد. ركزي معايا. انا مركز خدنا في بالي سيدي بوزيد في راديو ميد. ايوه اي عندنا هنا سيدي بوزيد وعندنا كامل الجمهوريه. ايوه هاي يا سيدي. سيدي بوزيد مسؤول في اعداديه خالد بن الوليد يتعرض للاعتداء بالعنف من قبل عامله نظافه. أنا ما فهمتش يا أخي، اللي يخدم خدمته يسمى اعتداء، وكمل المرأة وقفوها في عوض يكرموها خاطر تنظف مليح، ولا وقفوها وباش يحاسبوها؟ الإفراط في التنظيف. هاي الإفراط في التنظيف. نجمع الدويل أوفر دوز. أيوه أوفر دوز في التنظيف. قليبيا إحباط حرقة زادة من راديو ميت، فما حرقة في راديو ميت، بون مش منظمة راديو ميت نظمت في قليبيا. معناتها سيدي بوزيد في راديو ميت والحرقة في راديو ميت. أي مازال مازال راهو جاي. أي يا سيدي. المدد جاي. أي إحباط حرقة في قليبيا. أيوه حتى الحرقة في البلاد بلا ضرب إحباط. أما الغريبة ما تلقاش خبر من نوع إحباط تحويل وجهة شعب مثلا. بون وكي تجي تشوف تلقى كان إحباط شعب، ما تلقاش تحويل ما فماش. سينو شنو هي الحاجة اللي ما ضربهاش إحباط؟ أعطيوني حاجة تربحوا 100 مليون أنتم مزوز، حاجة ما ضربهاش الإحباط في البلاد. الفطاير الفطاير. لا لا البات الفطاير الصباح أمورها واضحة. مازالت لا نتصور أنا حتى الطماطم الطماطم ضربها إحباط. لا حكوك بربي ولا كعب. لا كعب أصلا ولا توصل السوق. حتى المعجونة عندك ما تقول فيها راه. ايوه هي تبدا كعب وبعد تولي معجونه. تفضل. اي ولا ضربها الاحباط توصل للسوق صفرة، ما تقولش كي وجه المواطن كي تجي فاتوره الضوء. ايوه كي برشا حاجات اخرين صفر في تونس. كيفاش نوبل احنا كل شيء يصفر في تونس، التاكسي صفرة، الكار صفرة، المواطن صفر من المشاكل. المشاهدين صفر. ما لاباش تونس الخضراء. هذيك دولة تونس، تو نحكيو بعد ما يكمل البرنامج. احنا تو احنا خاطر في الخريف العربي. هكا علاش صفر. ولا افهم الحكايه. بلاد الفجايع. ايوه ما تعرفش منين تجيك. اي سيتي يضحكوا على الخريف العربي. ايوه لا لا على الفجايع. عجبتكم الخريف العربي؟ انا الغلطان مش انت. اي خريف بلا ارجع انا قال مش انتم. كمل كمل بها. مروان ما عندكش قضيه تبعت مروان؟ لا لا خليه مروان. سفيقلاس تعطلك يا بوكوماي. هاي سفيقس نخدم مع سفيقس. تعزيزات امنيه في محيط جامع اللخمي اللي اليوم كيف كيف ما صلاش الجمعه. كما تفهمنا هذا خرجوا فيه قرار وكوميونيكي قالوا مع اللي يصلي كان في وسط الجمعه مع اثنين ثلاث اربع خميس. كانوا اليوم تقريبا جامع اللخمي لحساب الجوله الخامسه الشهر هذا يصلي من غير جمهور بعد العقوبات اللي صلتها وزير الماء وزير الماء المسيب على البطيخ. المهم الجريمه عنده حتى دخل في الحكايه. راديو مي لا راديو كي فوز ايكوت.